الأخبار المصرية، أهلا بكم. تقدم النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب إحاطة عاجل للرئيس ومجلس الوزراء ووزير البيئة والإسكان بشأن انتشار ثعابين السامة بمنطقة التجمع الخامس، وقال في بيان له إن حي التجمع الخامس شهد كارثة أدت لحدوث خلل في التوازن البيئي مما أدى لانتشار ثعابين الطريشة السامة. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن كل الأمور تسير على ما يرام مع الصين، مدافعا عن استراتيجيته الاقتصادية، وذلك بعد يومين من إعلان توسيع الرسوم الجمركية الإضافية تشمل كل الواردات الصينية. قتل مسلحين إثر اندلاع اشتباكات اليوم مع قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. ومن أخبار الرياضة، كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خريطة الدوري للموسم الجديد، وقد أوضح رئيس لجنة المسابقات من خلال المؤتمر الصحفي لكشف عن ملامح الموسم الجديد، قد أوضح أنه في حال خوض أي فريق مبارتين كل أسبوعين في البطولات الإفريقية سيلعب مباراة أو مبارتين في مسابقة الدوري. أخيرا فنيا، انضم الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر إلى فريق عمل فيلمه الجديد العارف عودة يونس. الفيلم من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج أحمد علاء الديب، أما الإنتاج فهو لشركة سينرجي، ومن المقرر أن يتم عرضه في موسم منتصف 2020.